يعطيكم العافية جميعا. احنا اليوم تشرفنا بزيارة مكتبة درب النجاح، طبعا بنبارك لهم الافتتاح ونتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله تعالى احنا كموقع وتد التعليمي راح نكون الداعم والراعي الرسمي لهم ولجميع طلاب منطقة الرصيف. احنا جينا اليوم راح نوزع عليهم العديد من البطاقات، العديد من الجوائز، وطلاب الرصيف عزيزين علينا. احنا من سنوات يعني كموقع وتد التعليم من 2016 انطلقنا، واعداد طلابنا بازدياد بمنطقة الرصيف، وان شاء الله راح نهتم فيهم بشكل اكبر واكبر لحتى ان شاء الله تعالى من تميز لتميز، وان شاء الله راح نطلع اوائل السنه الجاي من منطقة الرصيف. منطقة الرصيف منطقة عزيزة علينا، وان شاء الله نتمنى لها كل التوفيق لجميع طلابها، ونتمنى كمان للمكتبة وكادر المكتبة كل التوفيق. يعطيكم العافية. طلاب التوجيه جيل 2003 وجيل 2004، اليوم احنا موقع وتد التعليمي موجودين في مكتبة درب النجاح في رصيفة، راح نوزع هدايا. لا ما راح نوزع هدايا ولا راح نعمل لا تردوا علي، راح تم توزيع 100 بطاقة وكمان العديد من الهدايا. نورتونا وأهلا وسهلا فيكم طلاب جيل 2003 وطلاب جيل 2004. طلابنا الأعزاء في منطقة الرصيف وما حولها، إحنا إن شاء الله مكملين معكم بمسيرة النجاح، واليوم إحنا وموقع وتد اليوم بنبارك افتتاح مكتبة درب النجاح، إنجاز جديد يسطر إن شاء الله في المنطقة، وبإذن الله عز وجل يستنونا في المزيد من الفعاليات، وبنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأكيد راح يكون معكم وتد داعم وشريك أساسي للنجاح مع جيل 2004 والأجيال السابقة جميعاً. على حاله اللي حكي يعني، شمعنا محمد مش على حاله. طيب صدق. يعطيكم العافية. طلاب منطقة الرصيفة بنبارك لكم اليوم إن شاء الله افتتاح مكتبة درب النجاح. هي مكتبة راح تكون إن شاء الله فيها كل بطاقات وتد ودوسيات وتد، إن شاء الله راح نكون مستمرين معاكم في مسيرة النجاح لطلاب جيل 2004، طبعا بالإضافة للأجيال السابقة. راح نكون إن شاء الله عون لكم في تحقيق الأهداف المرجوة، والله يعطيكم ألف عافية وأمنيات توفيق لكم جميعا. طلاب منطقة الرصيفة، نفقى طبعا أهلا وسهلا فيكم في افتتاح مكتبة درب النجاح، وإن شاء الله دائما مع موقع وتد إن شاء الله النجاح الدائم لكم ولطلاب جيل 2004. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. طلابنا وطالباتنا يعطيكم ألف ألف عافية. معكم اليوم إحنا الأستاذ حسام العبسي بموقع وتد التعليمي في مكتبة درب النجاح في الرصيفة. طبعا شرفنا في كثير طلاب، فوق الألف طالب اليوم أجونا على المكتبة، شرفنا فيهم، طبعا تعرفنا عليهم كلياتهم، ما شاء الله الأمور كانت مرتبة، يعني في طلاب بجوز التنظيم ما قدرنا نضبط الأمور زي ما هو مطلوب منا أو يعني زي ما هو مفروض، ولكن الحمد لله مشت الأمور على خير، وتشرفنا جدا بطلاب الرصيفي ما شاء الله عليكم. الطلاب ما قصروا، المدرسين ما قصروا، يعطيكم ألف ألف عافية وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم، معكم الأستاذ عبد الكريم أبو الحاج من منصة وموقع وتد التعليمي. طبعا بنتمنى كل التفوق والنجاح وآية الرزق لمكتبة درب النجاح، وإن شاء الله بشوفه على وجهها الخير. طبعا كما جميع كادر وتد ومنصة وتد تتمنى لجميع طلاب جيل 2004 كل التفوق والنجاح لطلاب الرصيفي وما حولها، وإن شاء الله إن شاء الله بشوفه على وجهها الخير وكل بركة يا رب العالمين، وشكرا لكم جميعا. حبايبنا طلاب منطقة الرصيفة، الله يسعد مساكم. احنا اليوم باستضافتكم في مكتبة درب النجاح، بنتمنى لكم وللمكتبة التوفيق وخدمتكم، وانكم تحققوا اعلى النتائج باذن الله، وشكرا لكم. يعطيكم العافية طلابنا وطالباتنا في محافظة الرصيفة، طبعا ألف مبروك لمكتبة درب النجاح. طلابنا جيل 2004 وجيل 2003 إن شاء الله بنفرح بنجاح الجميع. المنطقة هي من المناطق اللي طلابها يعني جدعان وما شاء الله عنهم، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله دائما نلتقي على خير. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ألف ألف مبارك إن شاء الله لمكتبة درب النجاح في رصيفة. نتمنى التوفيق والنجاح دائما يكونوا لجيل 2004 جيل العظماء. وألف ألف مبارك إن شاء الله لجيل 2003. نتمنى لهم نتائج مبهرة إن شاء الله، وال2004 كذلك. استعدوا كويس، ادرسوا كويس، إن شاء الله حليفكم النجاح والتوفيق. انت عارفين هلا ما في فرق بين 2003 و2004، كلياتكم جيل واحد. بنات يعطيكم الف عافيه، كلكم علمين، في ادبي، في ادبي. السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا في منطقة الرصيفة والجبل الشمالي، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في سنتكم الدراسية. طلاب جيل 2004 القادم إن شاء الله راح يكون أجمل وأحسن، وإن شاء الله فالكم النجاح والعلامة الكاملة. جدوا واجتهدوا وادرسوا كويس، وإن شاء الله راح تكون أمور ممتازة. وبنبارك الآن مكتب الدرب النجاح الافتتاح الباهر لإلهم، وإن شاء الله آية الرزق، وربنا يوفقكم جميعا. محبكم الأستاذ مراد الغرابلي، مدرس مادة الفيزياء على موقع ودد التعليمي. كل التوفيق. طلابنا الأعزاء، شرفتونا في مكتب الدرب النجاح في منطقة الرصيفة. سعيدين جدا بوجودكم، إن شاء الله نشوفكم بأعلى المعدلات، نشوفكم أوائل المملكة. كان معكم عبد الله أبو صفية، مدير الإدارة لموقع ودد التعليمي. بحب أهديكم نصيحة، وما تراكموا حالكم، استمروا أول بأول، استغلوا كل الظروف المقدمة لكم إياها. إن شاء الله بالتوفيق لجميع الطلاب. شرفتكم.